بعد مدام كنزة والعفشة منامور وجاه الجندوبي تقترح علينا جديدها مسرحية بيك بوسا. الجمعة اللي فاتت الممثلة التونسية استدعتنا للعرض الأول بحضور الأصحاب الأقرب منها وخاصة جمهور المسرح البلدي. بيك بوسا وان وومن شو، حكاية اجتماعية بنكهة سياسية، وجهها باش تكون ممثلة وصاحبة النص والمخرجة. امتحان مستاهل عديت وجهها الجمعة اللي فاتت، هي اللي كل عرض عندها يمثل تحدي كبير. هذه البيك بوسا في متابعة خاصة. وجه الجندوبي يستنى فيها موعد حاسم مش كما أي موعد قبل، الوجهة نحو المسرح البلدي. إيه من يستار، أنا ممثلة ما يحبوني العبيد، شيخة ياسر على عايش عسلام، شيخة ياسر بمحبة الناس. الطريق مش كما العادة، برشة توتر، امتحان جديد، المرأة اللي متنجم تبدع أحياناً كان مع الضغط. سيب بون. بعد 20 دقيقة وجهة توصل المسرح البلدي من المدخل الخلفي الخاص بالفنانين للركح مباشرة. العمل الجديد عنوانه بيك بوسا وان وومن شو، يجي مباشرة بعد عروض مدام كنزة في عودتها للجمهور وخاصة بعد نجاح العفشة منامور. هذه برك بارفي كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الكواليس وجهها تبدأ تحضر في روحها باش تلبس شخصية العمل. حكاية وجهها طويلة برشا مع العروض المسرحية، هي المرأة الوحيدة اللي نجحت جماهيريا باش تطور عمر عروضها وتفرض اسمها في مجال احتكروها الرجال. والمرة هذه وجهها باش تكون المخرجة لأول مرة في مسيرتها. خدمت من الأول مع نعمان حمد اللي نوجه له تحية كبيرة برشا برشا، ومخرجت هي الحقيقة ممثل ياسر باهي ومتخلق ومتربي والكل. نعمان مشي أكثر في المونودرام في 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 كل ما هو أرزن، دونك ما تعديتش الحقيقة الخدمة وتفهمنا. خذيت أنا الغليف وقلت بون سا سي بروجي اللي نحلم بيه. البرة قابلنا عائلة البري مهدي دوجة أولادهم آدم وإيمان. اسم وجهة الجندوبي كان كافي باش يخليهم يتنقلوا من باجر تونس. شفنا لي زافيش قريناهم وبعد اخترنا العرض اللي شفتوا لأولادي حبوا يدخلوا يشوفوا مونولوج. العائلة كانت حريصة أنها تحضر العرض الأول وكل شيء هون. ساكر هما بالنسبة مع تالابورتي فهمتي ولا لا 20 و 30 فهمتي. بون احنا قسينا 20، سي با غران ديفيرونس، هي حتى البلاصه زاد مشي بعيده برشا فهمتي، نجمو نتفرجوا نسمعوا بكدا. العرض الاول كان في اكثر من ثلث نتاعو قائم على الدعوات، اصحاب وجهها، زملائها، وجوه اعلاميه، صف البرا طويل ومتعب. اول مره جيت المسرحيه نقص معناتها باش نلقاهم منظمين شادين صف، جيت نلقاهم مرسوسين الغادي بحذا الباب يستناو، شديت الصف كايها الناس يا اخي. بعد في الاخر هو تحل الباب والكل هجريت الغاد اشتبعت ونستنى يظل يمكن يكون عارف به يتحقون نام جو. سبعة ونص صالة عبيد، عائلتنا شدت بلاصتها استعدادا لبداية العرض. انا اول مرة نكتشفوا دونك من هناك كي باش تقعد هكا ما ترى حتى شيء. هو من المفروض كنا احنا نسحلوه في الجيشي اون برينسيپ يوضح لنا، مش جيشوتي باش يبيع وكا جيشوتي باش ينصح العباد. زادا نجم انت تجرب تجي تقعد من هنا، واذا كنت تشوف في السين قول لي. ثمانية وجهة على المسرح، البيك بوسا بديت. هذا حصاد أشهر خدمة من أجل اللحظة هذه. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الوطن، وأتعهد بأن أخاطب ونهز تليفونات على المواطنين محتاجين من كوفيد بريشيل حد حتين، وأن أبث وأنفق
روح الواحد التفاؤل والصبر لدى حاملين الشهادات العليا والسفلى. قدام مسرح معبي وجهة الجندوبي قدمت بيك بوسة حكاية موظفة جهة SMS يعلمها اللي هي باش تشد وزيرة ومن غادي تبدأ الحكاية. يعني يا زيكي ندخلنا هذيك العبيات عمي كانسيان ومن بعد مشي تلعب في فرش وقال يا زيكي ما تقاوميش بكري يا زيكي نحب نرتيح عودي 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 مشي بخليك من كل هالطوفيها وتعمل هكا وتجبت خدها اللي بيجي وجيراننا عاد حكومتنا هذيك اللي من غادي من غادي بنرشوا بالباب ونسهروا في توكس وتفاهم. وجهه ضحكتنا برشا مرات وساعات تقرص وتوجع. مسرحيه اجتماعيه بنكهه سياسيه تورينا قداش المناصب والاغراءات والسلطه تنجم تخلينا نتبدلوا. العرض فيه بعد ساعتين وواجهها ما نجمتش تشد الفرحة متاحة وفخرها اللي هي ربحت التحدي. ياسر فرحانة في وسط العرض على خاطر العبيد ملي بديت هما يضحكوا لين أنا قعدت فركس في شوية هكا نخلي دي بلون باش نخلي العبيد تتنفس. برشا ضحك بالحق برشا ضحك وبرشا وعي العبيد ياسر واعيين بالحكاية وياسر مشاو فيها. رجعنا للعائلة متاعنا البيك بوسة اللي تنقلوا لها من بيجا هل كانت في مستوى الانتظارات ولا لا؟ العرض باهي وجهها أبدعت من حيث أن المسرحية مواكبة للأكتواليتي متاع التونسي. عجبتني سابتيك ومعنتها دغول برشا وضحك الديفولمون متاع وجهها هذاك عجبني ما انت اول حديث تاعها وكل شيء. والله مسرحيه حلوه حق ما كنتش نصور وجهها الجندوبي بالخفت الدم وخفت الروح اللي عندها بصراحه. تحدي جديد ربح وجهها الجندوبي البيك بوسة تأكد حرفية وجهها الممثلة التونسية اللي أكيد العرض اليوم باش يكون انطلاقة قوية لسلسلة عروض أخرى وفي المهرجانات الصيفية.